جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما زاد عن الحاجبين كما تسأل أختنا حنان من القصيم، هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟ زيادة عن الحاجبين ما لا ندري ما المقصود بها، فإذا كان هناك زيادة خارجة عن الحاجبين وهي تشوه الوجه فلا مانع من إزالتها لأنها ليست من الحاجبين. طيب. والكلام إنما هو لشعر الحاجبين. أما إذا كان المقصود بالزيادة ما يفعله بعض النساء من الاحتيال على أخذ الحاجبين أو أخذ شيء منهما فهذا حرام ولا يجوز.